انسان بسيط يحكي فقط عن جزء بسيط ولو عن بعض الاحداث التي سمعناها من هنا ومن هناك عن بعض الجرائم البشعة التي قامت بها قوات الامن. هذا عبارة عن ايش؟ محطة صافات فندق الجرافة. ليش الجرافة؟ لا يمكن لهذا المجسم ان يحكي انه هناك تم جرح الجرحى والمعوقين بالجرافات بصورة بشعة لا يمكن لأي إنسان أن يتخيل بشاعة المنظر. لكننا حينما نسمع نستنكر، لكن حاولنا أن نقسمها بالجرافة، لكن لا أعتقد أن إنسان سيستطيع أن يتخيل تلك اللحظة حينما يشاهد جرافة تقوم بجرح الجرحى مع مجموعة من الحارقين والذين لا يعلم إلى الآن أين مصيرها. أما هذه المجموعة مسطحة واحدة، مع العلم أن الساحة قامت بإقامة سنوات كفيكم. اسمعوا بهذا الأمر يا شباب.